مرحبا بنات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. حابه تكوني بلوجر بس مش عارفه كيف، مش عارفه ايش هي الخطوات اللي ممكن تبداي فيها علشان تكوني بلوجر ناجحه. فهذا الفيديو لك، راح اعلمك بعض الخطوات اللي ممكن فيها تكوني بلوجر ناجحه، وبعض الاسرار للبلوجر اللي ما في احد ممكن يقول لك عليها. في هذا الفيديو راح تعرفي اسرار السوشيال ميديا من خلال زاوية أو نافذة البلوجر. هذا الفيديو لك إذا أنت مهتمة بهذا الموضوع. خلوني يلا نبدأ. أول حاجة لازم تحددي هدفك، إيش هي ميولك؟ أنت إيش تحبي أنك تسوي؟ إيش تحبي أنك تبدزي؟ هوايتك إيش بالضبط؟ يعني في مثلا عندك في ناس تحب الطبخ، في ناس تحب الفاشن، في ناس تحب الرياضة، في ناس تحب الأكل الصحي، فكل واحد وله ميوله. انت ايش تحبي؟ اذا انت حددتي هدفك فبالتالي راح تحددي الفئه المستهدفه، فبالتالي راح تعرفي هم ايش يحبوا وكيف ترضي اذواقهم. كنصيحه، افضل حاجه انك تكوني فاشن بلوجر، اكثر مجال الناس بتحبه والبنات بينغرموا فيه، بينغرموا فيه يعني بمعنى الكلمة، بيحبوا الفاشن بلوجر لأنها الفاشن بتدخل لك من عدة زوايا، بتدخل لك من زاوية الأكل، زاوية اللبس، زاوية الطلعات، يعني في له عدة زوايا إنك أنت ممكن إنك أنت تفيدي الناس والناس يتمتعوا وهم بيشوفوك فيه. لذلك في هذا الفيديو راح أركز على البلوجر فاشن، وراح أضرب عليه كل الأمثال. فأنت مهما كان مجالك، المجال او المجال اللي انت راح تختاري لانك انت حابه تشتغلي فيه، ما عليك غير انك تتابعي هذا الفيديو وتتابعي ايش هي الخطوات اللي ممكن انها تسويها البلوجر فاشن وانت تسويها على المجال اللي انت اخترتي. متفقين؟ يلا ننتقل للخطوة الثانية. اهتمي بصفحة تبعك تبع الانستغرام، ابتداء بالصورة المصغرة. خلي الصورة المصغرة دقتها عالية، صورة واضحة وجذابة، يعني تكون فيها كذا بعض الألوان الفرحة أو الجاذبية، يعني تحسي العين تحبها فتنجذب لها، تخلي الواحد أنه يضغط على صورة هذا الحساب. اهتمي كمان بالمعلومات الشخصية وخليها تدل على شخصيتك وعلى المحتوى اللي أنت بتقدميه، وعرفي الناس على تساؤلهم هم إيش راح يستفيدوا منك لما يتابعوك. فأنت من خلال المعلومات الشخصية راح تعرفيهم أنت مين وإيش المحتوى اللي بتقدميه، فبالتالي هم راح يكبسوا على الفولو. الآن نجي للمحتوى نفسه. المنشورات ما بتدخل طبعا ناس كثير، بتجيب لك مشاهدات بس مش هذاك الشيء زي اللي بيجيبه لك الريلز. طبعا لازم تشتغلي على الريلز وليس على المنشورات. فيك تحطي منشورات طبعا، ما اقول لك لا تحطيش اي منشور، حطي منشورات براحتك، حطي صور براحتك، ولكن كاكثر جذبا هو الريلز. الناس بتقضي ساعات طويله جدا في الريلز. لما تسوي ريلز اسويها بدقة جدا عالية، ما اقول لك انه استخدمي كاميرا بروفيشنال وسوي وفعل، لا لا لا، كاميرا جوالك جدا بسيطة، كاميرا الجوال استخدميها واعملي ريلز حلو. وبعدين ما عجبتك الدقة، في كثير من البرامج اللي ممكن انها تعدل في دقة الفيديو تبعك وتخليه جدا بروفيشنال وجدا حلو وجذاب. ولا تنسي كمان صورة الريلز لازم تكون صورة جدا جذابة وحلوة، اعملي لك هوية خاصة فيكي، بمعنى انه خلي الناس تعرف انه هذا الستايل هو ستايل فلانة، فلانة دايما بتظهر بهذا الستايل، يعني خلص يصير في ذهن الناس، في ذهن المتابعين لك انه هذا الستايل ستايل فلانة. ما ننكرش انه الان في اشخاص بتقلد اشخاص معينة، يعني ما ننكرش الان انه في بلوجرز بيقلدوا بلوجرز ثانيين اكثر شهرة، فبياخذوا من ستايلاتهم، بياخذوا من افكارهم، من محتواهم. اوكي، ما ننكرش هذا الشيء، لأنه هذا الشيء صح على فكرة. لا تصدقيش اللي يقول لك لا تقلديش الفلانة، لا تقلديش لكذا. على فكرة كل الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا هي فيديوهات واحدة، يعني ما فيش أفكار جديدة. حتى وإن جبتي أفكار جديدة ففي بداياتك أنت بتدوري على الأفكار الجديدة ونفسك تعملي فكرة جهنمية وفكرة جاية مش عارفة من فين، وراح تتعب دماغك في النهاية. أول ما تنزليها ما حد راح يدخلها، لأنه راح تكون هذه الأفكار غير رائجة، لأنه الناس دائما حسها وعينها بيروح لاتجاه الأشخاص المشهورين. فشوفي المشاهير إيش يسووا، لما تكوني لك اسم
لما تكوني لك قاعدة جماهيرية حلوة، ساعتها أنت ابدأي بالأفكار الجديدة. أول حاجة قلدي الأفكار تبع الناس اللي قبلك، قلدي الأفكار اللي موجودة، قلدي الترند، شوفي هذا إيش يسوي، اعملي نفس الفيديو بس بطريقتك أنت. ما تحاوليش تنسخي نسخ لصق، لا ما أقصد أنه انسخي ولصقي وجيبي لعندك، لا قلدي الفكرة ولكن بطريقتك أنت، بأسلوبك أنت وبفنك أنت. في البداية راح يكون التنزيل كالآتي، يوم إيه يوم لا. لذلك قبل ما تبدأي بإنشاء صفحتك، أول حاجة لازم تسوي لك قدر كبير من الفيديوز. ما أقولك سوي لك 50-60، لا لا، على الأقل سوي لك 15 فيديو. ليش؟ علشان الإنستغرام كذا نظامه، كل ما نشرتي أكثر كل ما هو نشرك أكثر. طيب الآن خلونا نفكر، من فين راح تجيب الأفكار؟ قلتي كل الصفحات، 15 فيديو لازمني علشان أنزل يوم يوم لا لمدة شهر كامل على الأقل، 30 فيديو علشان شهرين. بس من المبدئين خلينا نقول فيديو، لأنه الانستغرام لازم تستمر لمدة 3 شهور، هو شهرين إلى 3 شهور، بس الأفضل أنه 3 شهور تنزل يوم إيه ويوم لا. لازم يكون عندك مخزون كبير من الفيديوز. طيب من فين تجيبي الأفكار؟ إذا أنت متخصصة في مجال الفاشن، شوفي إيش الألوان الدارجة، شوفي إيش الستايل تبع فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف، يعني صيف، كل الفصول. شوفي إيش الأزياء تبعها، اقرأي أكثر، اطلعي أكثر في المجال اللي أنت حابة أنك تتخصصي فيه واللي حابة أنك تنزلي محتوى عليه. تخصصي يعني كل ما بحثتي أكثر كل ما صار عندك تغذية بصرية أكثر وأكبر، وأيضا كان عندك أفكار أكثر، فأنتي دائما بتكوني ولادة للأفكار، لدرجة راح توصلي لمرحلة أنه تكون عندك مخزون كبير من الأفكار وأنتي مش قادرة أصلا أنك تلحق أنك تصوري أصلا. يعني راح تكوني الله متى راح أنزل هذا الفيديو، متى راح أنتج هذا، متى راح، يعني اشتغلي على نفسك أكثر، محتواك راح يبرز أكثر، واهتمي بالستوري تبع الانستغرام تبعك. كيف أنتي طبعا راح تقضيها يوميا طلعات، خلينا نقول بصراحة يعني البلوجر 24 ساعة وهي طالعة حرفيا. ليش؟ لأنها بتعرف الناس، كل شوي تعرفهم على مكان، فلذلك ستوري الانستغرام لازم يكون حافل، لازم يكون فيه أنشطة دائما. على فكرة مو شرط انك دائما تخرجي من البيت، على فكرة يعني مو شرط انك انت يوميا تنزلي مثلا خرجاتك وطلعاتك مع صحباتك، كافيهات مش عارفة ايش، هذه الأشياء مش دائما انت راح تسويها أصلا، لأنه حرفيا يعني مش يوميا راح تروحي كافيهات، هذا ضرب من الجنون، كذا أنت راح تخسري أكثر من ما راح تكسبي. فإيش تسوي؟ هذا السر اللي ما حد راح يخبرك عنه. هو أنت راح تطلع يوم واحد، خلينا نقول 3 أيام في الأسبوع، حلو؟ في اليوم الواحد راح تروحي لأكثر من مكان. طيب كيف؟ البسي الآن أنت رايحة أكثر من مكان، خارجة من البيت، طبعا ما راح تبدلي برا البيت، مش حلوة، مو كويس اصلا انك تبدلي ملابسك خارج البيت. كل اللي راح تسوينا اعتمدوا مثلا اللون الابيض، اوكي، الحجاب مثلا الان انا لبست هذا الحجاب، دخلتي السياره غيرتي او التواليت عزكم الله، غيرتي لبستي حجاب ثاني، لبستي فوق الابيض نفسه جاكيت، تغير الستايل، صرتي لابسه ستايل ثاني، خرجتي من الكافيه الثاني، رحتي للكافيه الثالث، كله مجرد منظره. يعني انتي تخرجي تصوري، افتهم لك الفكرة، انه انتي تخرجي تصوري حياتك على اساس انه هذا يومك. وعلى فكرة الاغلب هذا مو يومه، نادرا ما تلاقي بعضهم صحيح يومهم، ولكن الاغلب بحسب علمي طبعا انه مش يومهم. انا بعرف بنات بلوجر مش يومهم، في يوم واحد بتصورك في 3-4 محلات وتخليهم لمدة اسبوع. اللي ما بتتعب كثير هي البنت اللي ما بتظهر، اللي دائما بتروح كافي، بتروح مطعم، بتصور اكلها، بتصور فطورها عشاها كذا. طبعا هذول البنات بينجحوا كثير، وراح اقول لكم في سياق الفيديو راح اقول لكم ليش هم بينجحوا، ليش هذه الفئه من الناس بتنجح، ليش الناس دائما تواقع لهذا النوع من المحتوى. وري الناس من فين يشتروا ملابسهم. شوفي لبسك الحلو راح يخلي الناس تبعك وتقول لك من فين انتي تجيبي هذا، لانه نحن بنتابعك وحابين نسوي زيك وحابين نلبس زيك، فانتي من فين بتشتري الملابس؟ هذا
لازم تقولي للناس انت من وين تشتريهم، وهذا مش من خلال انك انت تقوليهم والله انا رحت المحل الفلاني انا رحت اشتريت منه، لا، من خلال تصويرك راح تقولي لهم انا لبست هذا اللبس من المحل الفلاني. تحملكم الفكرة، في قاعدة أساسية ما راح يخبرك عليها أي حد في السوشيال ميديا مهما بحثتي، واللي هي قاعدة الثراء. كل ما أنفقتي أكثر كل ما حبوك الناس أكثر في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عالم مبني على المظاهر، مبني على كيف انك انت تكوني ثرية، كيف انك انت تبيني أحسن ما عندك وأفضل ما عندك حتى لو كان ما عندك. فدائما الناس تواقة لانها تشوف الثري، لانه الثري راح يكون متجدد. ما اقول لك انه درجة الثراء الفاحش، نحن ما نتكلم عن الثراء الفاحش لانه الثراء الفاحش اصلا يغثي، ولكن نتكلم عن الثراء او الغنى المعتدل. الناس دائما بتحب نقطة الثراء، كل ما بينتي للناس انك انت ثرية ومعاكي الناس حبتك اكثر. فهذه قاعدة الثراء اللي هي الناس دائما بتتهرب منها بحجة انهم هم متواضعين، ولكن هم غير متواضعين في هذا الجانب. في البداية اذا انت كنت من محدودين الدخل راح يكون عليك السوشيال ميديا جدا صعب، اذا انت ما عندك ما تنفقي فيه. كل حاجة في هذه الحياة لازمها نفق، ومش اي نفق، السوشيال ميديا لازمها نفق نفق نفق. يعني ناس بتاخذ قروض علشان تنجح، ونجحت او ما نجحت هي ضربة حظ ورزق من الله وحظ. ما راح أقول لك أنت راح تنجحي، كل حاجة بيد الرحمن، بس نحن بنعمل بالأسباب وعلى الله. الله يتقبلها مننا والله ينجحنا ويوفقنا ويفتحها بوجهنا. نحن كلنا هنا في السوشيال ميديا بنرمي فيديوهات وضربة حظ، صابت أو خابت، انشهرنا ولا ما انشهرناش. السوشيال ميديا كذا نظامها، كل ما أنفقت أكثر كل ما حبوك الناس أكثر. أنت تعطي هم يعطوا، كذا هي قاعدة، وهي كذا قاعدة الحياة أصلا. فأعملي لك ميزانية خاصة بالسوشيال ميديا تبينك أنك أنت بنت ثرية، أنك أنت بنت معاهم. لأن الناس بيقولوا لك هنا مثلا، الناس بتقول لك أنه هذه ما عندها، ليش أنا أطلعها، ليش أنا أعطيها من وقتي، أريد هي راح تطلع على ظهري أنا، لا ما راح أتابعها، راح يعمل بريز تبعك كذا. أما لو كان أنت معاكي أنت بتبهريهم، كل ما أبهرتيهم أكثر، لا هي أنا معاها يعني أنا ما راح أزيدها. فتهم لكم النظرية اللي الناس بتفكر فيها، فبالتالي أنا راح أتابعها، يعني هي ما راح تكون تأخذ حاجة من ظهري لأنه هي أصلا معاها. أما لما أنت تبيني لهم أنك أنت ما في معاكي، يعني راح يقولوا لك لا والله، يعني أنا الآن راح أروح أعطيها، ليش ما تستاهل والله ما أعطيها. ويلا ما أقول لك أنه كل الناس كده، ولكن في فئة من الناس بتفكر بهذا التفكير. المجمل هو الثراء، لما أنت بتبيني للناس أنك ثرية، الثراء بيجذب الأنظار وبيأسر القلوب. تحري الصدق، يعني لما أنت تعملي إعلان لمنتج كوني صادقة علشان تكوني مؤثرة. أحيانا في انفلونسر أو بلوجر بتجي بتقولك استخدمي هذا النوع من المنتجات البشرة على سبيل المثال، حلو بيجنن ورهيب، وهي كذابة بس عشان عطوها فلوس زيادة فهي راحت تعلله. كذا أنت خنتي أمانة المتابع لك، فبالتالي أنت مع الأيام راح تفقدي مصداقيتك وراح تفقدي جماهيريتك وراح تفقدي أصلا أعداد من الناس، أصلا ما راح يكون لك اسم إذا أنت بتكذبي على الناس. كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وريتك كيف تكوني بلوجر انفلونسر جدا مشهورة، وريتك وقلت لك اللي أسرار اللي ممكن تخليك انك تنجحي وتكوني شخصية البلوجر انفلونسر ليها قيمتها في عالم السوشيال ميديا. حطيها في بالك، حبي نفسك وحبي المجال اللي انت تقدمي علشان ما تملي. عالم السوشيال ميديا عالم جدا صعب، عالم جدا مهلك ومتعب. إذا أنت ما دخلتي من مجال حب، إذا أنت دخلتي بس من مجال بزنس، صدقيني ما راح تستمري فيه. بس إذا أنت قدمتي الشيء اللي أنت بتحبي لأنك أنت بتحبي، هنا راح تضمني الاستمرارية وما راح تملي مهما واجهتي من عقبات ومهما واجهتي من صعوبات في هذا المجال. وبس والله وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله يكون الفيديو عجب، ولا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة. أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.